مصطفى، هروب 8 أشخاص من مستشفى الفيحاء لعلاج مدمني المخدرات، هذا ما ورد اليوم. المزيد من التفاصيل لديك مصطفى. نعم زميلتي، يعني بخصوص موضوع هروب 8 أشخاص من المصحة الخاصة بعلاج متعاطي المخدرات في مدينة البصرة. هذه المصحة الوحيدة المتواجدة في البصرة وداخل مستشفى الفيحاء. هذه المصحة هي يعني لا تتسع لأعداد كبيرة من المدمنين، لكن بحسب مصدر من داخل هذه المصحة اطلعنا على التفاصيل انه هروب 8 أشخاص قدموا الى المصحه من اجل العلاج، ولكنهم تفاجؤوا بالشروط والقيود التي ربما هذه تفرض على مدمني المخدرات من اجل علاجهم. اليوم المصحه لديها نظام، وهذا النظام اي شخص يدخل الى هذه المصحه يجب ان يبقى تحت الرعايه الاجباريه لمده 14 يوما، وبعد 14 يوما سوف يتم فحص هذا المدمن او المتعاطي ليتم بعدها الاعلان عن خروجه من هذه المصحه. بالنتيجه اليوم يعني هروب 8 أشخاص من داخل المصحة، وبالتعاون بحسب ما أكد له مصدرنا من داخل المصحة بالتعاون مع موظفين، هذا ينتج عن ربما هنالك فشل في إدارة هذا الملف. اليوم نحن ليس لنا عداء مع أي شخص، إن كان على مستوى مدير صحة البصرة أو أي شخص من القيادات الأمنية المتواجدة في البصرة، ولكن نحن نتحدث بالواقع الذي يتواجد ويدور داخل الساحة المصرية. بالنتيجة اليوم هنالك دعوات من قبل مجلس محافظة البصرة لإقالة مدير صحة البصرة إثر الإخفاقات المتتالية والمتعاقبة التي توالت على هذا القطاع. بالنتيجة هنالك أسماء قدمت، وأيضا بانتظار متى سوف تتم الإقالة رسميا. ولكن اليوم إذا تحدثنا عن كل التفاصيل، اليوم هروب 8 أشخاص من داخل مصحة، وهذا ربما يسجل فرقا كبيرا. لكن المفارقة بالموضوع أنه مديرية صحة البصرة قد او دار صحة البصرة عفوا قد نفت الخبر وقالت انه لا يوجد اي شخص قد هرب من المصحة. بالنتيجة اليوم نحن متأكدون من مصدرنا ومتأكدون من مصادرنا الخاصة، وهذه المصادر تقول ما تشاهد بأعينها، ولكن بالنتيجة دائما اعتدنا على المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية انه تكذب الخبر حتى لا يشاع وحتى لا تتسع رقعة الخبر، وربما قد يسبب لهم مشاكل كبيرة. ولكن يعني نعم وهذا ما نود الحديث عنه هو مصطفى، يعني نفي هذا الخبر بعد تأكيده اليوم، هل ربما يحمل ربما هذا الموضوع عناوين اخرى باستثناء او غير فشل في إدارة هذا الملف؟ نعم زميلتي، يعني هنالك دعوات كبيره من قبل رئيس مجلس المحافظه واعضاء مجلس المحافظه، وايضا قد صدر كتاب من قبل مجلس المحافظه باستبدال بفتح باب الترشيح لمنصب مدير دائره صحه البصره واستبداله. بالنتيجه اليوم هنالك ايضا حصلنا على تسريبات، هذه التسريبات ننتظر ان تتاكد، هذه التسريبات تقول هنالك اعطاء فرصه لمدير صحه البصره بان يعني تمتد ولايته لستة أشهر. بالنتيجة اليوم أي خرق يحصل في هذا القطاع حاليا وفي هذه الفترة ربما يسجل على دار الصحة في البصرة. لكن بالنتيجة اليوم إذا تحدثنا عن مطالبات الأعضاء ورئاسة المجلس، اليوم إن كان عضو مجلس محافظة أو رئيس مجلس محافظة يطالب باستبدال مدير صحة في البصرة، هذا إن دل على شيء فدل هنالك فروقات كبيرة في الملف الصحي. نتحدث مصطفى عن أصداء مثل حوادث كهذه اليوم على الشارع البصري، بمعنى ردة فعل الشارع البصري على انتشار هذه الآفة بمعنى آفة المخدرات اليوم وتبعاته من ناحية لربما هروب بعض المدمنين من المصحات. نعم هذه تسجل سابقة خطيرة جدا على الوضع الاجتماعي في المدينة، ربما يعني حتى لا نتكلم بمثالية، المخدرات في البصرة يعني هنالك انتشار كبير في هذه المدينة، وأيضا هنالك جهود كبيرة وحثيثة من قبل مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية بمتابعة مروجي وتجار المواد المخدرة في المدينة. ولكن اليوم إذا نتحدث على مستوى هروب أشخاص من المصح، هذا يسجل خطر كبير على سمعة المدينة، ويسجل خطر كبير أيضا وثغرة وخرق كبير على الجهات المسؤولة على هذا المكان. نعم هنالك ربما سابقا كانت مطالبات بأن يتم فتح مصحة كبيرة تتسع لأعداد أكبر من هذه المصحة المتواجدة في البصرة، يعني لا يتجاوز عدد الأسرة فيها 50 سرير. بالنتيجة هنالك مصحة جديدة سوف تفتح قريبا تتسع لأكثر من 400 سرير. بالنتيجة هذه جميع هذه الأخبار وهذه الأقاويل نتمنى أن تكون أن تصب بمصلحة أمان هذه المدينة، وبحسب يعني الآن هو
سوف يعني تدخل جلسة مجلس المحافظة في نعم. في وقتها، وأنا أعتقد هناك سوف يحسم موضوع ملف مدير صحة البصرة في هذه الجلسة لهذا اليوم، وسوف نعلن النتائج يعني بعد أن نأخذ النتائج من الجلسة. نعم مصطفى الشمري مراسل التغيير من البصرة، شكرا جزيلا لك.